السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ممكن يكون في مواقع كتير خاصة بالذكاء الصناعي عجباك وانت حابب ان انت تشترك فيهم كلهم، لكن مجموعهم في الشهر هيطلع مبلغ ممكن مثلا $150 كل شهر، فمبلغ كبير. فالموقع هنا بسعر بسيط تقدر انت تبقى مشترك فيهم كلهم من خلال الموقع ده. فالموقع ده لو جيت على برودكت هتلاقي فيه حاجات خاصة مثلا بالصور، زي مثلا تديله تكست يطلع لك صورة، او تديله صورة فيبدأ ان هو يطلع لك صورة تانية، او تقدر تعمل مزج بين الاثنين، او تقدر تعمل شات مع الذكاء الاصطناعي، او تقدر تديله صورة هو يعدل لك فيها، يكبر لك الجودة بتاعتها، يعمل لك حذف الوتر مارك. في حاجات خاصة بان انت تنشئ فيديو او تعدل على الفيديو او تنشئ صوت، او في مثلا انت تدرب لورا زي ذكاء اصطناعي خاص مثلا بالتعديل في الصور، زائد ان انت مثلا يكون عندك الموقع فتضيف الخدمات دي للموقع بتاعك. زي ما انت شايف مثلا تديله تكست يروح عامل لك صورة، تديله صورة يبدأ ان هو يديك صورة تانية، تقدر ان انت مثلا تديله برومت فيبدأ يعمل لك اكتر من صورة بالشكل دوت. ممكن يحذف لك الخلفية، ممكن يوسع لك الصورة، يعني تديله صورة فهو يجيب لك يعني تخيل لو صورة كانت بتاعك كبر كان هيحصل فيها ايه. ممكن تحذف تكست بحيث ان انت تكتب اللي انت عايزه، ممكن تغير السكاي اكتر من تغيير بشكل دوت، ممكن تنظف او تشيل اجزاء من الصورة، ممكن تعمل اب سكيل، ممكن تديله صورة فيبدأ يعمل تخيل اكتر حاجة، ممكن يشيل لك الووتر مارك. فزي ما انت شايف فيه امكانيات كتيرة جدا. طيب ممكن نقول له مثلا عايزين نشوف السعر كام، هو بيقول لك السعر هيبقى عشر لو انت اشتركت في واحد بس منهم، هيبقى عندك نقط كل شوية، والنقط دي بتقدر تجددها او تشتري لو انت حابب. وممكن تعمل اي بي اي عشان تضيف الموقع بتاعك، ويقول لك التكلفة هتبقى قد ايه. وهنا بقى الجيت ستارت، فبيقول لي بعد كده بعمل كرييت للاي بي اي بحيث ان انت تقدر تستخدمه في مواقع تانية. هو بيشرح لك ازاي تضيفه عندك ويبقى عندك النسخة موجودة عندك على الموقع بتاعك او على الجهاز بتاعك. فممكن تعمل موقع فيه كل الخدمات وتحاسب بقى موقع واحد بس فيه الخدمات بيزك اي بي اي.